وصف هؤلاء بالأكثر حظاً في طرطوس، فالطابور هنا لتبديل جرة الغاز عن طريق البطاقة الذكية بعد رسالة انتظار دامت لنحو 90 يوماً. إلا أن المشكلة كانت بقصة الحسد والعين لهؤلاء المحظوظين الذين باعهم بشار وحيتانه الماء بدل الغاز. على سيرة الحداثة والبطاقة الذكية، انطبقت على هؤلاء الموالين في حمص قصة المفتاح والصندوق، فهم أمام صراف آلي لاستلام راتبهم المؤلف من 20 دولاراً، لكن الصراف يحتاج لكهرباء، أما الكهرباء فمقطوعة لنحو 20 ساعة في اليوم، وإلى أن تصل ويقلع الصراف تعود للانقطاع وهكذا. اليوم سعر صحن البيض بحدود 1/3 الراتب، وكيلو البطاطا بنحو 2500، ولا يتسع التقرير لهكذا تفاصيل. وبالعودة لانتصارات بشار وميليشياته وحيتانه، تنشر مواقع موالية صوراً لحشود بشرية قالت إنها مشهد معتاد لأزمة المواصلات في دمشق وحمص وحلب وطرطوس واللاذقية، في حين لم يجد البعض إلا التعلق بسيارات القمامة أو غيرها كمشهد يختصر حال سوريا تحت قبضة عصابة طائفية مجرمة. المفارقة كانت بخروج وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للقول إن بعض الدول تعرقل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، رغم تهيئة بشار وعصابته الطائفية الظروف المناسبة لذلك. ورغم أن السوريين في مناطق سيطرة النظام وحتى الموالين منهم تولوا الرد على تصريحات لافروف، تناسى الأخير تصريحاته قبل يومين حول أزمة اللاجئين المتدفقين من سوريا وحتى العراق على الحدود البيلاروسية البولندية، وكيله اللوم على دول أوروبا الرافضة لابتزازات روسيا بملف اللاجئين، في حين فضل ناشطون التذكير بشخصية الأرمني سيرجي لافروف المشارك بقتل وتهجير ملايين السوريين، لا سيما تصريحاته لإذاعة محلية عام 2012 قال فيها بكل وقاحة برفض روسيا تسلم الأكثرية السنية للحكم في سوريا. وطبعا هذا على فرض أن سوريا أرض أبيه فيكتوروفيتش لافروف، أو كما تحلم الأقلية العلوية التي قتلت 2 مليون سوري وهجرت 14 مليونا وأحالت سوريا أكواما أن تعود لاغتصابها مجددا.